خرج قبل 8 أعوام ولم يعد لغاية الآن. تروي أم عبد الله قصة اختفاء زوجها بأحداث العام 2014 في قضاء المقدادية، حيث سيطر تنظيم داعش على بعض قراها. وعلى واقع تلك الأحداث فقدت أثر زوجها، ورغم البحث طوال سنين لم تصل إلى نتيجة، بل بات الخوف يهيمن عليها وهي تخفي ملامح وجهها بالكامل، خوفا من عمليات انتقام بحق ولدها الوحيد من الخاطفين الإرهابيين. زلمتنا طلع من البيت صار له تقريبا بالـ8 سنين 9 سنين وما عندنا اي معين له، لنا بثنا ظهور داعش اختفى الرجال، ولحد الان احنا اسم هجولين من بيت البيت وما عندنا غير بس رحمه الله. ما خليت باب ما دقيته، ما خليت جهه معينه ما وصلتها، ما خليت سجن ما رحت له، ماكو له، يعني وين القي هسه حتى جثه ما لقيتها. منذ العام 2006 ولغايه الان تجاوز عدد ضحايا إرهاب الآلاف، وعلى مر سنوات عدة اكتشفت 15 مقبرة جماعية في ديالى، أما الجثث مجهولة الهوية فقد تجاوزت المئات. آخرها وجدت في نهر ديالى بعد تعرضه للجفاف، ليشهد على أحداث دامية وملفات إجرام شهدتها ديالى. تم الكشف عن يعني أكثر من 15 مقبرة جماعية في محافظة ديالى، البعض منها يحتوي على رفات قليلة، يعني قبرين أو ثلاثة يطلق عليها وصف المقبرة الجماعية، والبعض احتوى على أكثر من 20 رفات. أيضا هناك مقابر تعود للقاعدة لم يتم يعني فتحها لحد الآن. وأصعب الحصول على إحصائية حقيقية لعدد المغيبين والمفقودين في ديالى، وذلك لخوف ذويهم من إجراءات قد تعرضهم للمساعدة والاتهام بشكل غير مباشر، بحسب قولهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.